بسم الله. احنا من شويه كنا بنقول ان البرنامج ده بيعتمد تقنيه البي اي ام، بيلدنج انفورميشن مانجمنت. طب دلوقتي انا محتاج ان انا اديله معلومات عشان يفهم المشروع ده فين، والمشروع ده هيتعمل ازاي، والتاريخ وكل حاجه. تمام، طب اديله المعلومات دي ازاي؟ ممكن اقعد قدام الكمبيوتر واقعد اقول له معلومات من 2 للصبح بس مش هيفهمني. الطريقه الوحيده عشان يفهم انا عايز ايه، انا اروح لمانج بروجكت انفورميشن، ادوس عليها بيطلع لي الشاشه دي. تمام، ببدأ أشوف الإنرجي داتا، بدخل معلومات للطاقة عشان لو أنا عايز أحسب حساب تكييف. ببدأ أشوف مثلا المبنى ده نوعه إيه، أوفيس ولا مستشفى ولا أي معلومات أنا عايز أدخلها بتفرق طبعا. البوستر كود، المكان اللي أنا فيه طبعا عادة هيبقى دولة عربية، هتشوف فين مصر، الكويت، الدول العربية بتاعتنا. تمام، دخل بقى أي دولة أنت عايزها. النظام اللي أنت هتشتغل بيه، هتشتغل في في ولا عايز تشتغل ايه؟ الانظمه كتير موجوده تبع التكييف، شوف ايه النظام اللي انت عايزه. فان كويل، مالتي زون، اللي انت عايزه هتختاره. البيلدينج كونستراكشن، تمام. دي بقى كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان تظبط الهيب، الروف، الوول، نفس المعلومات اللي احنا كنا بندخلها في الهيب. السيلينج ايه نوعه، الفلور، السلاب، الدور، الويندو، ايه انواع النوافذ عندك وهي شكلها ايه وكل حاجة. النوافذ الداخلية، تمام. بيلدينج كلاس، ريبورت تايب، هتدخل المعلومات دي كلها عشان تظبط الانرجي داتا. كنسل. بعد كده هتشوف التاريخ، الستيت، الزبون بتاعك اسمه ايه، الكلاينت، الادرس. المعلومات كلها هتدخلها هنا بحيث ان انا ابقى اديت البرنامج المعلومات الكافية ان هو يظبط البرنامج ويظبط المشروع ويدخل الحسابات صح المناسبة للمنطقة بتاعتي. اتمنى نكون استفدنا، ونسألكم الدعاء. عمرو سليم.